فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما ورد أو ما روي عن عمر رضي الله عنه من أنه ربط الشيطان ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفك رباطه، هل هذا صحيح عنه؟ ما أعرف هذا. الذي ورد أن الرسول هو الذي قبض على الشيطان في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف، وقال: لولا دعوة أخي سليمان عليه السلام وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته في المسجد حتى ترونه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.